الحمد لله، نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. وقال ربنا جل جلاله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. وفي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، ما فيه خير وصلاح هذا الإنسان، فإنه ما من أحد يؤمن بالله ويؤمن بالآخرة إلا ويحب أن يزحزح، أن يبعد عن النار ويدخل الجنة. فمن أحب ذلك فعليه أن يتخذ هذا الطريق. أما الأول فلتأته منيته، أن يأته أجله، يأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو في حال الإيمان بالله وباليوم الآخر. هذه علاقته بينه وبين ربه. أما علاقته بينه وبين الخلق فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وبتلك الخصلتين، هاتين الخصلتين، ينجو العبد المؤمن من عذاب الله ويدخل الجنة. فأما الخصلة الأولى فهو الإيمان بالله والثبات على هذا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأخذ الأسباب، الخواتيم بيد الله، ولكن أخذ الأسباب بأن يختم لك أيها الإنسان بالإيمان وبالإسلام وبالسعادة، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإيمان بالله على الوجه الأكمل الذي يريده الله، أن تؤمن بالله ربك الذي خلقك وما كنت شيئا، أوجدك من العدم، رباك من الصغر، كساك من العري، أطعمك من الجوع، خلقك الله من نطفة من ماء مهين، ثم كنت علقة ثم مضغة، جنينا صغيرا في بطن أمك، لا يعلم بك أحد ممن انشغلت بهم الآن عن ربك، ما أحد كان يعلم بحالك إلا ربك الذي رباك وأحاطك بلطفه وإحسانه جل جلاله. نسيت ذلك فذكرك ربك رب العالمين: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان،
خطاب لك أيها الإنسان كائنا من كنت، بأي مستوى وبأي سن كنت، أنت أيها الرجل الكبير ذو المكانة والمهابة والأهل والأولاد والعيال تأمر وتنهى، قد مر بك ذلك الزمن وما كنت إلا نطفة، وما كنت إلا علقة دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمك، عرضا لأن تسقط بحركة من حركات أمك. لولا لطف ربك وإحسانه فحفظك وحولك إلى المضغة، ثم من المضغة إلى 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 عظامك، نفس عظامك خلقها رب العالمين، وكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا، وشق سمعك وبصرك، ووهب لك الحياة، نفخ فيك الروح فحييت بقدرته، والحي يحتاج إلى طعام، فما تركك إلى غيرك ولا وكلك إلى أحد، ربط بين سرتك وبين أمعاء أمك، فكنت تقتات قوتك من هناك بترتيب من ربك جل جلاله الذي هو يطعم ولا يطعم، أطعمك هناك حيث لا تصل إليك الأيادي ولا يعرفك أحد، ولا لأحد من الخلق له أمر في أمورك، فرباك رب العالمين حتى إذا اكتملت مدتك في بطن أمك أذن لك بالخروج إلى هذا العالم، نعم أذن لك بالخروج إلى عالم فسيح وسعه لك، أذن لك أن تقدم إلى أرض بسطها لك بقدرته وجعلها واسعة بحلمه وإحسانه، وأقرها رب العالمين فمنعها من التزلزل والتمايل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فقدمت إلى هذا الأرض بعد أن هيئها لك رب العالمين وجعل فيها أسباب معيشتك وقوتك، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. خرجت من بطن أمك أضعف ما تكون من خلق الله، أجهل ما تكون من خلق الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا علم لك البتة، فعلمك رب العالمين وجعل لك السمع والبصر والفؤاد. فكر أيها الإنسان كم قيمة هذه النعم، كم قيمة سمعك وبصرك، وكم قيمة فؤادك وعقلك. سمعك وبصرك عين واحدة من عينيك تستبدل بها ملء الأرض ذهبا، ثم إن قلت نعم فيؤخذ منك العينين البصر تستبدل بها ملء الدنيا، لن تفعل أبدا. سمعك كم قيمته؟ سمعك وبصرك كامل، أذهب عنك العقل، فما الفرق بينك يا بشر أنت والبقر؟ بل البقر أهدى منك سبيلا، فكمل لك العقل وجعلك عاقلا. ومن عظيم نعم الله عليك أيها الإنسان يا هذا الصنف من مخلوق من المخلوق من مخلوقات الله أن جعلك ناطقا، فنطقت بينما البقر والغنم وغيرها منذ أن تولد إلى أن تنتهي لا تنطق بشيء، جعلك ناطقا. وما هذا النطق؟ أن تعبر ما في فؤادك وقلبك على لسانك فتقول تعال وتقول اذهب، وهذا لا يفعله أحد سواك من المخلوقات التي فضلها رب العالمين عليك تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تأمل وتوقف عند قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله أكبر، كأن الله يخبرك أيها البشر أنت والبقر كلاكما سوى من حيث الصلة بالله، من الصلة بالله من حيث القرابة. الله لا قرابة له،
الله لا والد له، الله لا مولود له. إذن أنت والبقر والغنم كلكم سواء من هذه الناحية، فكلهم مخلوقات من مخلوقات الله. فانظر إلى تفضيل الله لك على هذه المخلوقات منة منه وكرما وإحسانا، لا استحقاقا ولا سؤالا ولا طلبا. نعم، ذلك رب العالمين هيأ لك هذا الكون. خرجت من بطن أمك، طعام أهل بيتك في ذاك اليوم لا يصلح لك، لا تأكل اللحم والخبز والطماطم والخيار، فطعام الكبار ليس بصالح لك. فأجرى لك من ثدي أمك لبنا من صنعه لا إله إلا هو، وعلمك كيفية الرضاعة، والخلق كلهم لا يستطيعون أن يعلموك ولا أن يفهموك. ذلك ربك الذي يجب أن تؤمن به وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا، تؤمن به وتتيقن عليه، وتعلم أنه كما تولى أمرك وأنت جنين في بطن أمك، تولى أمرك يوم خروجك من بطن أمك، أجرى لك اللبن من ثدي أمك بقدرته وحوله لا إله إلا هو، كما تولى أمرك وأنت هكذا ضعيف، فهو المتولي لأمرك في حياتك كلها. نعم، الذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله، والذي يعيشك بقدرته سبحانه وتعالى هو الله لا إله إلا هو. فتؤمن به وتتيقن عليه وتتوكل عليه، نعم، لينقطع من قلبك ما سوى الله، فما سوى الله ليس بنافع لك، ليس بضار لك، لا يقدم لك ولا يؤخر لك. هو تولى أمرك، هو قاضي الحاجات، هو مجيب الدعوات. فتضرع إلى الله، فأيما حاجة لك وأيما مصيبة أصابتك إلجأ إلى الله قبل أن تتفكر في مخلوق، فهو الذي يقضي حوائجك. تعرف إليك رب العالمين وهو غني عنك، فقال جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يتعرف إليك ربك أنه هو الذي يجيب المضطر، فلما تضطر إلى غيره؟ هو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. علمك كيف استجاب دعاء من كان قبلك من الأنبياء والصالحين، علمك كيفية دعائهم حتى تعلم يقينا أنه هو الله ربك، قاضي حوائجك، معطيك كل شيء. ألم تسمع إليه سبحانه وتعالى وهو يفصل لك دعوة نبي الله زكريا عليه السلام، دعوة عبده زكريا، بل رحمته له، إذ قال ربنا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ففصل كيف دعا وكيف تبتل وكيف انقطع إلى الله وكيف انقطع رجاؤه مما سوى الله وكيف سأل الله سؤالا هو في نظر الناس مستحيل، أمر غاية في الاستحالة أن يكون. شيبة كبير السن بلغ من الكبر عتيا، وامرأته مع ذلك عاقر لا تلد، ومع ذلك سأل الله أن يرزقه بالمولود. وبين الله تبارك وتعالى لنا كيفية دعائه حتى يعلمنا كيف نتبتل إليه وكيف ندعوه. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جاء الجواب: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهنا تتساءل ويتساءل الإنسان: هل الله كان في حاجة من زكريا عليه السلام أن يبين له حاله، أن يقول له: وهن العظم مني؟ الله أعلم به من حاله. واشتعل الرأس شيبا،
هذا هو تعليم لك كيفية الدعاء والتبتل والانقطاع إلى الله. تقف بين يدي الله في ظلمة الليل فتشكي إليه، تبين له حالك مرادك وأنه وصل بك الأمر كذا وكذا، قل لربك تفاصيل أمرك وانتظر جوابه يجيبك نعم ويقضي حاجتك. وها هنا لك فائدتان، أولها أعظم من الثانية، ألا وهو ارتفاع يقيني. قضى الله حاجتك فارتفع يقينك وتعلقت بربك وعرفت العنوان فلا تخطئه بعد ذلك. الأمر الآخر قضيت حاجتك. فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر واليقين على أن ما أمامك دار عظيم فيها الجنة وفيها النار، ثم أن تأتي إلى الناس ما تحب أن تؤتى إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأعود فأقول وهذا هو الأهم، أيها المريض شفاؤك بيد الله، الله لا يعجز عن شفاء مرضك، فاضرع إلى الله تعالى أن يكشف عنك البلاء، واعلم يقينا جازما أنه ليس بينك وبين قضاء حاجتك وهي شفاؤك من ربك إلا ضعف يقينك. أما والله لو قوي يقينك وتوكلت على ربك فالمرض كله عند الله سواء، لا فرق بينه، لا فرق عند الله بين مستصعب المرض وبين مستسهله، بين الزكام والسرطان مثلا، الله لا فرق له، لا فرق عنده بين ذلك كله. يحيي ميتا فكيف لا يشفي مريضا، يحيي ميتا فكيف لا يشفي مريضا. الجأ إلى الله وتوكل عليه، خذ من الأسباب والتطبب ما شئت، لكن ليكن يقينك جازما أن الذي يشفيك هو الله، لا شفاء إلا شفاؤه. أيها المضطر بأي ضرورة من ضرورات حياتك الجأ إلى الله. يا من حرم المولود، يا من حرم المولود، تعلم ما علمك الله من التضرع إلى الله عز وجل وسؤاله، ولا يستعصين عليك هذا الأمر، ولا تظنن أن الله عاجز عن أن يعطيك من خزائنه جل جلاله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فاليقين على الله والثبات على ذلك هو السبب في أن يتوفاك الله مسلما وتلقى الله تعالى غدا مسلما فتسعد سعادة أبد الآبدين. وأقول أيها الإخوة الكرام، الجملة الثانية من الحديث، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، به سلامة دينك وسلامة عملك. عملك الذي تعمله في الليل والنهار من صلاة وصيام وزكاة وطاعة لله لن يسلم لك، ولن يصل إليك نفعه يوم القيامة إلا إذا أديت حقوق خلق الله. إيت إلى الناس ما تحب أن تؤتى إليه، إنك تحب أن تؤتى إلي أن يؤتى إليك بالاحترام والإكرام، فأكرم الناس واحترمهم. إنك تحب إنك إن غبت عنهم أن يحفظوا غيبتك فلا يذكروك بسوء، فافعل كذلك بالآخرين. تحب أن توصل فأوصل الناس، تحب أن تكرم فأكرم الناس، تحب أن لا يساء إليك وأن لا يشار إليك بالعيب فافعل كذلك. إيت إلى الناس الذي تحب أن تؤتى إليه، وبهذا تصل إلى حسن الأخلاق
الذي به كمال إيمانك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والكل يعلم حديث المفلس الذي أفلس من كل شيء، كان عنده جبال من الأعمال الصالحات من صلاة وصيام وقيام وحج وما إلى ذلك، وأتى يوم القيامة ولكن بما أنه لم يؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وبأنه ظلم الناس حقوقهم فسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فاصطف غرماؤه عند الله فوزعت حسناته عليهم فلم يبق منها شيء، ثم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ذلك المفلس الذي أتى، والمفهوم في الحديث من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام أنه قد أتى بها، يعني استكمل شروط الإتيان بها عند الله، وكانت كفيلة بنجاحه وجوازه من النار ودخوله الجنة، ولكنه لأنه ظلم الناس ذهبت هذه الأعمال الصالحة هباء، بل ذهبت إلى غيره وأخذ هو سيئات غيره فدخل بها نار جهنم. أقول أيها الإخوة الكرام في الختام، في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لك ما يسلم به دينك وتتحسن به صلتك بالله وصلتك بخلق الله. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. صلوا وسلموا على الرسول الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن السادة الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين، وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة، اللهم اشف كل مريض منا ومريضة، اللهم اشف مرضى المسلمين، عاف المبتلين، اشف الضر عن المكروبين، ارحم أموات المسلمين، وارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآتوا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تقاربوا، تراش. استووا صفوفا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.